كم من أولادنا المسلمين والمسيحيين أصيبوا بطلقات غاشمة وبطلقات الغدر قتل بدرا اليد الأثيمة التي انطلقت وقتلت وأصابت الآخرين لم تفلت من العدل الإلهي إذا كانوا يعتقدوا أنهم سيستطيعون أن يهزموا أولاد مصر الأحرار الأبرار بشوية طلقات ولا بشوية إصابات لا المصريين ما بيتهزموش بكده المصريين عندهم عزيمة وعندهم قلب وعندهم وطنية لا تهزا طلقات ولا تخفهم سقوط قتلى من أولادهم لا 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 عافينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر عن أولاد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ابنك المطلق هو الملك أنا وقلب على ابني ولادي مش مسامحاهم أنا نفسي أشوف ابني حلو وقلب عليه معيش غيره كان نفسي افرح بيك انا كنت عازم عريس زم على قلب على ابني على قلبهم بس ربنا كبير خلص لي حق ابني يا رب خلص لي حق ابني يا رب مش مسامحه بحق ابني يا رب انت تخلص حقه هو ايه اللي حصل له يا ماما في ساعه يوم ابوه النهارده ضربوا رصاصتين واحده في نفخه وواحده في ظهره هو كان راجع من شغله؟ كان راجع من شغله بيدور على شغله وراجع وبلاد الحرام ضربوه ضربوه وموتوه من غير ما نعرف حاجة عنده كام سنة مينا؟ 28 حبيبي